في موضوع آخر، تتميز أيام العيد بأجواء مختلفة وعادات وتقاليد اجتماعية اعتادت العوائل على اتباعها، ومنها الزيارات المتبادلة بين الأهل والأقرباء والأصدقاء وتحضير الولائم في أجواء تسودها الفرح والبهجة. نتابع. مشاغل الحياة التي تسلب منا كل ما هو جميل والجري وراء ضروريات الحياة وتأمينها يأخذنا من أهالينا وأقاربنا، ولكن الحمد لله إن هنالك مناسبات تعيد لنا هذا الشعور بصلة الرحم والتزاور، ألا وهي الأعياد. فهل من شيء أجمل وأسعد من أيام العيد؟ سؤال طرحناه في أماكن متفرقة فاجتمعت إجابات الصغار والكبار. إن أيام العيد هي أيام السعادة دون منازع، حيث اجتماع شمل الأسرة التي يفضل أفرادها قضاء هذه المناسبة الدينية المتميزة بين الأقارب والآباء، وولائم الطعام في جو من الفرحة والضوضاء والهرج والمرح. العيد هو يوم مقدس للمسلمين والعراقيين، والعيد في يوم مميز عندنا احنا، نراجع اقربائنا ونراجع اخواننا واخواتنا واصدقائنا، ويكون عندنا متبادل زيارات عند الاقارب. والعيد هو يوم مقدس عند العراقيين والمسلمين، وعيد يوم سعيد جدا يعني، خاصة اذا اني ماكو واحد زعلان عندي. العيد مناسبة عزيزة علينا، خاصة نحن اهل خانقين، تعرف الفترات العمل بالشهر شهر وشهرين واحد ما يشوف الله، فمناسبة العيد يلمنا، وهاي عاداتنا وتقاليدنا من زمان، واهل خانقين خاصة ايام العيد واحد يزور الله، اخ يزور اخوه، ابن يزور ابوه، ابن يزور امه. والترابط الأسري القوي والمتين هو من أبرز معالم الاحتفالات الخانقينية بعيد الأضحى، فما زال المجتمع الخانقيني يتمسك بشدة بعادات وتقاليد عريقة ومتوارثة تحمي بنائه وتجانسه، وتظهر وحدته وتآلفه في أروع صورة فرحة في تلك المناسبة الجليلة التي تسمو فيها مشاعر التسامح والتراحم والأخاء، وترسم البسمة والسعادة على وجوه الجميع تحت مظلة ورحابة الدين الحنيف. العيد يكون مناسبة تجديد التعايش والعلاقات العائلية أو العلاقات الإنسانية الصحيحة وصلة الرحم فيما بيناتنا. أيامكم سعيدة وكل عام أنتم بخير، وشعب العراقي كله بخير، إن شاء الله يعود على العراقيين بالصحة والسلامة. وعرفنا من آبائنا وأجدادنا أن مناسبة العيد هي مناسبة التآخي والتسامح بين العراقيين بجميع الأطياف، بالصحة والسلامة يعود علينا إن شاء الله. العيد السعيد فرحة عزيزة وعظيمة على قلوبنا وعلى قلوب العراقيين كافة من كردي وعربي، فبهذه الفرحة والعيد بمناسبة عيد السعيد نتمنى أن يتعزز العلاقات الأخوة بين كافة المكونات من الشعب العراقي، ويكون التواصل الاجتماعي والتعايش السلمي جيد، لأن هذه البلد عاش سنين طويلة تحت المعاناة، ورغم ذلك يعني عاش مكوناتها بالأخوة والسعادة وبدون أشكال. فلعيد الأضحى المبارك نكهة خاصة وطقوس وعادات جميلة في خانقين، وهي في مضمونها لا تختلف كثيرا عن بقية المناطق الكردستانية، لكنها تبدو مميزة وتعكس مباهج الفرحة والسرور. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوي.